حتى العود. شايف ما هلا جزائري أنا حسام أبو يزن من ريف حماة الشمالي. النازح صار لي سنتين 2018. اجيت على قدي لهون، ما في لا شغل وما في شيء، معيشة صعبة. اشتريت هاي المكنة وصرت رزق الله اشتغل عليها. اجي لهون الساعة 5 للساعة 10، يعني ماشي الحال نوعا ما. من طالع خرجيتنا الحمد لله. كل يوم بجي مع البابا بساعده للآخير. كل يوم مثل هالوقت بجيب الأولاد معي وبجي لهون على الحديقة. في عندي هاي البنت اسمها غزل، بتساعدني أكثر شيء بالغزلة. هي هلا كثير بتعرف تبيع وبتعرف تغزل، تعلمت يعني. في عندي هاي البنت وهاي البنت، وفي ولد صغير عم بيلعب. انا حلب هاي بفلو بابا ودان.